متابعي قناة القنيطرة 36 في نشرتكم الأسبوعية، وإليكم أبرز العناوين. القضاء ينصف المهاجر القنيطري الذي قتلته مافيا العقار حيا. انفلات أمني خطير بأحياء في مدينة القنيطرة. تاجر مخدرات يذبح طليقته بمدينة سلا الجديدة. مذكرة للأوقاف بالقنيطرة تدفع جمعيات إحسانية إلى الاستقالة. اعتصام مستشارين احتجاجا على طريقة توزيع قفة رمضان بمهدية. يعيش يشكو الكاك للجامعة ويطالب ب 65 مليون سنتيم. أنصفت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة أخيرا المهاجر المغربي بالديار الفرنسية عبد القادر حماني الذي تعرض للنصب والاحتيال بخصوص بقعة أرضية تتجاوز مساحتها 400 متر، كان قد اقتناها بطريق مهدية منذ سنة 1982 بقبول طلب إبطال الإراثة وكذلك عقد البيع المنجز من طرف أحد الموثقين بالقنيطرة بالتشطيب عليهما، مع إعطاء الأوامر للسيد المحافظ بتسجيل مقتضيات الحكم على الرسم العقاري استنادا لنص الحكم الذي يتوفر عليه موقع القنيطرة 36. أصبحت مدينة القنيطرة تعيش ظل الانفلات الأمني الخطير لدرجة أن المواطنين أصبحوا يشعرون بالرعب والهلع في الشارع، ولا سيما النساء حيث يتعرضن للاعتداء في كل مكان من قبل جحافل الانحراف وأغلبهم قاصرين مع الأسف عصابات منفلتة ومنظمة تعتدي على المواطنين والمارة على مدار الساعة. ونسوق هنا نماذج المناطق بؤر سوداء التي تعيش حالة رعب قبل موعد الإفطار، منطقة العلامة، حي السلام، حي لارما، الوفاء 4، ومنطقة بوشتين، منطقة الحلوف والحنشة. أعلنت حالة استنفار أمني بسلا الجديدة الثلاثاء الماضي بعدما ذبح تاجر مخدرات طليقته وتركها وسط بركة من الدماء ولاد بالفرار نحو وجهة مجهولة، ما تسبب في إحراج مصالح المنطقة الأمنية بسلا الجديدة التي تسارع الزمن للإيقاع، فيما نقلت الضحية على وجه السرعة نحو المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا لتلقي الإسعافات وهي في حالة غيبوبة. قدمت 10 جمعيات إحسانية للمساجد بالقنيطرة استقالتها لدى عامل الإقليم احتجاجا على مذكرة للمندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية تمنع الخطباء من دعوة الناس إلى التبرع إلى جمعيات المساجد، ودعت الجمعيات في نص استقالتها التي تتوفر عليه القنيطرة 36 عامل الإقليم إلى قبول استقالتها ودراسة كل ملف جمعية وإيجاد حل الديون المتراكمة، وعبرت عن تفاجئها بالقرار القاضي بوقف الإحسان العمومي واعتبرته ظالما ومتعسفا سيتسبب في وقف بناء المساجد بالإقليم. دخل مجموعة من المستشارين الجماعيين بالمجلس الجماعي مهدية في اعتصام مفتوح بمقر الباشوية الكائن بمهدية الشاطئ احتجاجا على التوزيع الغير العادل للمساعدات الرمضانية التي لا تصل إلى مستحقيها. وكان المجلس الجماعي لمهدية والذي يقوده خليل الحياويين عن حزب الاستقلال قد برمج ميزانية قدرها 30 مليون سنتيم لتوزيع 3000 قفة رمضانية في هذه السنة. وحسب تصريح لأحد المستشارين المشاركين في الاعتصام فالمجلس الجماعي يوزع المساعدات بطريقة غير عادلة ودون معايير محددة، حيث في النهاية لا تصل المساعدات للمحتاجين، فيما حذر البعض من استغلال المساعدات الرمضانية في أمور سياسية. تقدم مدرب النادي القنيطري سمير يعيش بشكوى للجنة النزاعات بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يطالب من خلالها الحصول على مستحقاته المالية العالقة في ذمة الكاك والمحددة في 65 مليون سنتيم والتي تخص الرواتب الشهرية ومنح المباريات. وكان يعيش قد تقدم بشكاية ضد الكاك قبل موسمين وحصل حينها على مبلغ 84 مليون سنتيم. يشار إلى أن مجموعة من لاعبي النادي القنيطري يستعدون إلى اللجوء للجنة النزاعات بجامعة الكرة من أجل استرداد ديونهم التي لا زالت في ذمة المكتب المسير للكاك. هذه هي أبرز الأحداث لهذا الأسبوع، موعدنا الأسبوع المقبل إن شاء الله، وخليكم معنا.